تواصل الجهات المعنية تكثيف زياراتها التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد سند، رئيس التفتيش الدوري والميداني في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وهلا حدثتنا عن هدف هذه الزيارات التفتيشية والجهات المشاركة لكم فيها. مساكم الله بالخير جميعا مستمعينا الكرام. طبعا الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوى الأصفر وفق آلية الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا. ونفس ما تعرفون في بعض المنشآت التجارية يقتصر عليها الدخول فقط للمطعمين في هذه المنشآت، ولله الحمد يعني في مشاركة من جميع الجهات المعنية اللي من ضمنها وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض. والحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي على جميع محافظات مملكة البحرين. وتم التركيز طبعا على المناطق الحيوية اللي يرتادها المواطنين والمقيمين في المملكة. نعم، كيف لمستم مستوى الالتزام بالإجراءات والتعليمات؟ طبعا لله الحمد ما شاء الله في التزام كبير من هذه المنشآت التجارية. يمكن تم رفع بعض المخالفات مقارنة لعدد الزيارات الكبيرة اللي تمت من قبل الجهات المعنية، جدا مخالفات بسيطة وفي تعاون كبير من هذه المنشآت. وحبيت أطمن الشارع البحريني أن فريق العمل متواجد بشكل يومي وتأكد من هذه الإجراءات، إجراءات اشتراطات اللجنة التنسيقية. نعم، هل حدثتنا أيضا عن الإجراءات المتخذة أو التي تتخذ بحق المخالفين؟ طبعا في إجراءات تم اتخاذها بالمخالفات الجسيمة اللي تمت من بعض المطاعم والمقاهي، اللي هو في إجراءات اللي هو القلق الإداري إذا كانت مخالفة جسيمة. إذا طبعا كانت مخالفة بسيطة في توجيه وفي إرشاد وتعميم من صوبنا على أساس يكون صح وضعه. ولله الحمد يعني جميع هذه المنشآت متعاونة مع الجهات المعنية المتواجدة في مملكة البحرين. ونهاية طبعا حاب أؤكد وأنوه إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجميع الجهات المعنية متواجدة بشكل يومي فعلا يتأكدون أن هذه المنشآت التجارية ملتزمة بالقوانين واشتراطات اللجنة التنسيقية. نعم، السيد محمد سند، رئيس التفتيش الدوري والميداني في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.